مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تدمر صاروخا باليستيا في اليمن قبل إطلاقه. تنظيم داعش يتبنى الهجوم بالقرب من مكتب للاستخبارات الأفغانية في كابول. والأمم المتحدة تحض ميانمار على إنهاء حملتها العسكرية ضد الروهينجا. فيتنام تستعد لإجلاء مليون شخص مع اقتراب إعصار تيمبن. وكوريا الشمالية تستعد لغزو الفضاء. أمريكا تشيد بالخفض التاريخي في موازنة الأمم المتحدة. يوتيوب يستخدم الذكاء الاصطناعي لحذف المحتوى المحظور. وبسبب الضباب تأثر حركة الطيران في الإمارات ما أدى إلى إلغاء وتأخير عدد من الرحلات الجوية، وتوقعات باستمرار تشكل الضباب في مناطق مختلفة من الدولة اليوم وغدا الثلاثاء.